شكرا جزيلا للزميل المتألق محمد عفيفي. والنادي الأهلي يكتفي بسباعية نظيفة في شباك الغابة. أحرز الأهداف حسام حسن، أحمد عبد القادر، محمد محمود، محمد هاني، كريم فؤاد، زياد طارق، ورامي ربيعة من ضربة جزاء. كابتن شريف، كنا عايزين نتكلم عن فوائد التجربة النهاردة. الحمد لله ان شاء الله يكون الجهاز الفني و يعني استفاد من الشكل اللي كان موجود في الملعب والرؤيه اللي كان بيتمناها. بس خرج بيها يعني. عايز اسالك سؤال يا كابتن، يعني في سهوله التجربه ديت، يعني بيبقى الحكم يعني مش ما بيدكش المردود الحقيقي. والله يا ايمن هقول لك على حاجه من تجربتي في حياتي انا. ياما لعبنا ماتشات حبيه زي دي كلنا. ايوه طبعا. وياما كنا بنبقى راجعين من اصابات. وياما كنت بحس ان المنافس مهما كانت قوته او ضعفه كان بالنسبه لي منافس. ايوه. كان بالنسبه لي عايز اثبت امكانياتي على هذا الشخص اللي هو بيجاريني في نفس الجري. أيوة. والملعب. ده الفوارق بقى الفنيه اللي بيني وبينه دي، وانا لسه بره اللياقه البدنيه او راجع من اصابه، اعتقد تبقى متساويه. اعتقد ان انا بحاول ارجع نفسي تاني على حساب هذه التجربه. أيوة. فدي الحاجه الوحيده من الايجابيات اللي انت بتسال عنها. كوره زي دي، زي اللي بيحطها حسام حسن دلوقتي، دي الكوره دي هتجيله مليون مره في ماتش بعد كده. أيوة. التجربه هنا عدل رجله ولف رجله وحط الكوره، يمكن الارضيه ساعدته شويه انها بتعمل باند كتير فراحت في اخر الجون وضربت في العرض ودخل الجول. انما المفيد هنا ايه؟ التحرك بتاعه. أيوة. التحرك بتاعه ده اثبت ان هو في الماتشات التانية انه ممكن يجيله الكارج او الشجاعة انه ينافس بهذا الشكل. ايوه. غير كده ما تقوليش ضعف فرقة الغاب او ضعف الديفندر او ضعف حارس المرمى. ايوه. مهما كان انا بتمرن اهو كرة زي دي حطها بهذا الشكل، وما قلناش ليه ضعف حارس المرمى هنا، حارس المرمى قفل عليه كويس قوي والغاب عامل وراه بيعمل فول ورا محمد هاني، فاهم؟ يعني في دبدبه. احنا ممكن مثلا في الكره اللي فاتت هات لنا كره هاني تاني. اهي هاني اهي. لا في ده الجول. ده الجول اللي فوته وحطه على الرؤيه دي. لو في الدوري مش هيفوته. مظبوط. هيروح هو واخدها بس واخد القرار. بس هو ده احمد كلمه. هو كمان وهو بيجري مش عايزه تضيع. أيوه. فقال لك الاحسن اللي ورايا ان انا اديله الفرصه. احنا كنا قاعد انا وبلال بنتكلم، بقول له بلال لو كاتلك الكره دي في الحته دي هتعمل فيها ايه؟ قال لي هحطها طبعا. مش هيفكر خصوصا لو وراك مين. مش هيفكر طبعا يفوتها ولا حد هيشوف ساعتها. انا الاولاني وانا اللي واخد المكان. سالني انا. هي الايجابيات في رؤيه الملعب للعيبه في اسلوبات زي ده. ايوه اثبت هنا. ماشي يا كابتن، انا عايز اقول لحضرتك في الكره دي بالذات. حضرتك قلت هو حارس المرمى قفل عليه كويس. بس هاني لعبها بقوه زياده عن اللزوم. كويس. ما هو ده اللي استفاد منه هاني النهارده. راحت. نكمل الكرة دي. المره الجايه ايه؟ هو هاني هيتفرج بقى، المره الجايه هيشوف واحد جاي بالعرض يقدر يديها له. ما هو كان هو ما شافش اللي فات، كان خد القرار. هيقدر يحطها احسن شويه بدل ما يحطها عاليه كده. أيوه. هياخدها هاف فولي من تحت. ايوه. هيجي له تفكير تاني. هي دي التجارب اللي اهي. انا الحاجات كان ممكن يلعبها عرضيه وممكن يحطها اخف من كده جول. والله العظيم ثلاثه انا بحكي لك على حاجات انا عشتها وانا لسه راجع من اصابات. أيوه. وببقى خارج الفورمه. أيوه. وزي ما كابتن قال واعتقد عادل اللي قال، في مباريات زي دي بتتعمل عشان لعيب واحد. ايوه. انا مره اتعمل لي مباراه بين الاهلي والمقاولين عشان كان عندي اصابه في رجلي. ماشي. وكابتن محمد الغيطه كان عايز يشوفني قبل المنتخب. ماشي. فعملوا لي مباراه ضد المقاولين العرب. أيوة. عايزين يشوفوا صحه سلامه رجلي هقدر اكمل واخش المنتخب عشان اكمل في المباراه بتاعت المغرب ولا لا. واتعملت لي مباراه زي ما قال عادل كده. ففي لعيبه مقاولين فرقه. في لعيبه انت عندك محمد هاني هنا انا عايز بقى حاله بدنيه. عندي حسام حسن عايز ادخله في فورمه تيشيرت النادي الاهلي والاحساس. أيوة. بالمنطقه دي والتحركات دي. عندي لعيبه كتير قوي هو نفسه يتعرف عليهم، كريم فؤاد، زياد اللي كان موجود. أيوة. عندك اسماء كتير قوي. انا شايف ان احمد نبيل كوكا بيكملوا فولوينج. رامي ربيعه بيديله احساس تاني، ما يبقاش في غربه، ما يجيش النهارده يطلبه في ماتش زي افريقيا وزي الحاجات دي. مطلوب رامي ربيعه في المكانه دي وفي بالطول ده وبالشكل ده وبالخبره دي. ايوه. يعني وضح حضرتك ان التجربه مفيده من جميع الوجوه للجهاز الفني وللعيبه يكتسبوا النفس، السرعات، التنفيذ. اما يبقى عليهم ضغط من اولاد صغيرين زي الغاب كده يتصرفوا ازاي؟ ما انت في لعيبه زي دي بتضغط عليك عشوائيا ثلاثه اربعه. أيوة. فانت لازم تفكر
بمخك بسرعه وتفكر بدنيا كويس. صحيح. فانا اعتقد ان في حاجات بالنسبه للناس احنا بنقول عليها تجارب ضعيفه، بس هي ايجابياتها بتبقى اقوى بكتير قوي. صحيح. كابتن اسامه برضو عايز اخدك لنقطه، الجزء اللي هو بتاع المباريات الوديه، هل مثلا من فلسفه المستر موسيماني ان هو بيبقى الفتره دي فتره كبيره 3 اسابيع كويس وعنده مجموعه من اللعيبه موجوده، هل البدايه النهارده بيبقى فيها تدرج مع الفرق اللي بتلعب معاها مباريات وديه ولا مش ده فكر مستر موسيماني؟ فكره زي الكابتن شيك ما بيقول. بدايه بس في الكره دي هاني شاطها كويس قوي، عملها له احمد عبد القادر اللي شاطها في الزاويه الضيقه، ودي برده الكره حلوه لكريم فؤاد ده كريمه بالعرض من احمد تقريبا او من محمود وحيد، حطها كويس الزحله وحطها كويس في اهداف مقلوبه حلوه. موضوع انه تدرج المباريات. بص ايمن، مش في كل وقت بتتدرج في المباريات، هي احيانا لما بتبقى بعيد قوي فتره طويله من الاعداد، لما كنا بناخد فترات طويله احيانا تبتدي بتدرج في المباريات كويس، وفي احيانا اللعيبه بتبقى جاهزه لشكل معين فانت عايز تجيب مستوى اعلى، يعني انت في وسط الموسم بس بتعمل مثلا ماتش ودي للمجموعه اللي ما بتلعبش، ممكن اروح جايب فرقه مستواها قوي. فانا اقصد بتختلف من توقيت الموسم ايه، تختلف من الهدف اللي المدير الفني عايزه ايه. حتى احيانا في وسط الموسم ممكن يجيب فرقه ضعيفه جدا عشان عايز يتمرن عليها بدل ما يتمرن، مع احترام الكاميرا مش اقصد اللفظ بصورته كده انه على الكون. أيوة لا، اشخاص متحركه بتعرف برضو الى حد ما تتمرن، دم ولح، فبيجرب حاجات معينه. فاللي انا اقصده انه فلسفه المدير الفني هي بس اللي تقدر تقول انا هلعب بالماتش ده في التوقيت ده ليه، العب الماتش ده في التوقيت ده ليه، والعب الماتش ده في المستوى الضعيف ده ليه، او الماتش ده بالمستوى القوة. ليها يعني ليها حسابات عند الجهاز الفني، عند المدير الفني ليها حسابات واسس، يعني في علم التدريب او في معظم الناس بتبقى فيها حاجات اساسيه معاي. ولكن كل مدير فني بيبقى ليه ترتيبه في حاجات معينه. صح. فممكن زي ما بنتكلم النهارده مثلا مستر موسيماني شايف انه في لعبه كانت بعيد قوي فعايز يدخلها ويشوفها من اللي هم القدام زي رامي ربيعه، زي هاني محمد هاني كان بقاله فتره ما بيلعبش، اكرم هو اللي بيلعب فعايزه يلعب ماتش، وشفنا هاني جاب جونين النهارده مثلا. احمد عبد القادر وحسام من اللعيبه اللي جت جديد وشفناهم في الماتش اللي فات بتاع، اعتقد احمد عبد القادر قدم اوراق اعتماده المباراه اللي فاتت. ماتش الانبي كان عاجبني، وبالذات لما كان في الجانب اليمين ناحيه اكرم توفيق، يمكن لما راح ناحيه الشمال الشوط الثاني كان معظمه ناحيه الشمال نسبيا قل شويه. طبعا الكره دي احمد سيد غريب غصب، يعني المفروض طبعا تبقى لجوه في العمق، هو راجل متوتر وبرده صغير لسه وكده، كان ممكن يشيلها حتى بالراحه ويكمل من ورا ويكمل بالراحه، او يحطها بيوجه وش وجه القدم كويس جوه المرمى، لكن بتحصل يعني. ف الاولاد الصغيرين مثلا هو ممكن شايف انه لاعب ثلاثه من البدايه اللي هم احمد نبيل كوكا وزياد ومحمد مغربي، ونزل حوالي 5 شوط تاني، طبعا نزل مصطفى شوبير الشوط التاني مكان علي لطفي، بس نزل احمد سيد غريب ومحمد فخري واحمد اشرف وصالح نصر. يعني بتاع 7-8 دخلوا من العناصر الصغيره، ممكن يكون مش عايز يلعبهم ماتش قوي مره واحده فعايز يشوف مثلا حد فيهم. بس اللي انا عايز اقوله انه كمان غير ان المدير الفني بيبقى ليه اهداف، اللعيب لازم يهتم حتى لو ماتش سهل زي ما كابتن شريف كان بيقول. ليه؟ لان كلنا كنا اشتغلنا مديرين فنيين وكلنا كنا لاعيبه كوره. ساعات كتير يا ايمن في مباراه زي دي ممكن المدير الفني يحط عينه على حد لعيب معين. صح. هو يقول لك انا هلعب ايه يعني ماتش زي ده مثلا سهل وهعمل هموت نفسي ليه، او هكسر الدنيا، هلعب على قدي او على قد على قد المباراه. لكن ممكن المدير الفني وهو قاعد ينتبه لحاجه
يحطها في دماغه يبقى تفرق في مستقبل اللاعب ده. عشان كده لازم اللاعب قبل المدير الفني ما يلعب ماتشات زي دي يحاول يطلع اقصى جهد ليه، اذا كان بيعرف يجيب جون يحاول يجيب اجوان، اذا كان بيثبت حاجه في الناحيه الخططيه مثلا في مركز معين يؤدي على اكمل وجه، يحاول يطلع اقصى ما عنده. فهي المفروض الاستفاده من المدير الفني ومن اللاعبين، حتى لو المباراه سهله بالسهوله اللي احنا شفنا فيها المباراه، وان كان طبعا فرقه الغابه يعني كتر خيرهم، لكن نسبيا الشوط الثاني تحسنوا لما خدوا ايه على يعني برضو الخوف من النادي الاهلي والفانيلا برضو فرقت كتير، ولكن طبعا لعبوا على قد امكانياتهم والاهلي كسب 7 بسهوله. يعني يمكن يا كابتن عادل ده يجرنا الكلام الكابتن اسامه يجرنا ان الموسم اللي فات مثلا علينا بفتره من الفترات من غياب البدائل. هل مثلا فلسفه مستر موسيماني في ماتشات زي دي زي ما قال الكابتن اسامه كده مثلا عينه على حد معين مثلا في ناحيه الليفت، حد مثلا معين في ناحيه الرايت، حد زي ما بيقول كده بيتفرج عليه وبيبص ليه رؤيه خاصه يقدر الراجل ده يعتمد عليه قبل كده او يحطه في المجموعه اللي هو ممكن يعتمد عليه؟ طبعا يعني الهدف من المباراه النهارده من وجهه نظري هدف هجومي بحت، يعني انت ما استفاده الحارس المرمى واستفاده المدافعين ما فيش استفاده. انت بتتكلم دايما على ناحية التهديفيه وان سايد جيم، يعني انت بتجيب الثقه، يعني انت بتدي ثقه احيانا ممكن او المدير الفني يدي للاعب او اثنين او ثلاثه يشوفهم ممكن يكون في فكره معينه بيعملها، ولكن في الاخر الامر ايه هي هو الموضوع؟ هي مباراه وديه، الراجل مش عارف كل الانديه وكل فممكن يكون الراجل قال لهم انا عاوز مباراه سهله من الدرجه دي، جاله مباراه مع احترامي ليهم ضعيفه قوي، كان ممكن يبقى في مباراه يعني في فرق تبقى اقوى من كده شويه والتجربه تبقى اقوى من كده. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يمكن انا شايف ان التجربه الثاني تايم مفيده مش اول تايم رغم قله الاهداف عشان المجموعه المجموعه الصغيره، لكن المجموعه الكبيره اصلا المستوى انت عارف انه دائما يقول لك حتى المدربين كتير كان يقول لك التقسيمه بترجعك للعادات السيئه في اللعب. عشان كده المدربين الالمان او الانجليز كانش يحبوا يعملوا تقسيمات كبيره، كان بيعملوا تقسيمات صغيره في مساحات صغيره عشان الضغط وعشان الباص وعشان التحرك، وعلشان انت في الملعب ما فيش لعيب بيلعب الا في 30 متر 20 متر. مزبوط. خد بالك يا كابتن الملعب انت بتحس ان هو كبير، ولكن وظايفه انت بتلعبني، انا بلعب بلال مثلا بلعبه في 20 متر، انا ديفندر هو ديفندر بنقابل بعض في مكان معين، احنا باك رايت وباك ليفت بيقابلوا بعض في مكان معين، ما فيش اللي هي الشموليه اللي الناس فاكراها. ولكن مباراه النهارده فيها ميزه واحده ان الناحيه التهديفيه وانك يجي لك فرص كتير اهدافها ما يعرفهاش الا مستر موسيماني الفني، لانها فيها وجهين. الوجه الاولاني ان هو الافاده بتاعتها مش عاليه قوي من الناحيه الدفاعيه ومن ناحيه نص الملعب ومن ناحيه حارس المرمى، لكن من الناحيه التهديفيه جيده. صحيح. اللي جاي بقى المفترض، خلي بالك كمان يا كابتن احنا لو قلنا بنتدرج في المباريات، انت ملاعب بتروجيت المقاولين، يعني بتروجيت متوسط مقاولين اعلى رجعت اقل، او المفروض بيبقى العكس. أيوة. بتبدا بالاقل متوسط، يعني كنت تبدا بالغاب وبعدين بتروجيت وبعدين المقاولين العرب، انت لو بتعمل اللي هو التحضير في المباريات الوديه، لكن انت في الوقت الحالي انت بتشتغل، انت خلصت بطوله. أيوة. دخلت على دخل على كاس مصر، اشتغلت في مباراه كسبتها. فانت بتعد الباقيين الاثنين او ثلاثه لعيبه في مباراه، هو افتكر ان كان عاوز فرقه اقوى من كده. طيب تعال نروح لزميلنا شيف شعبان ملعب مباراه ولقاء مع احمد نبيل كوكا لاعب النادي الاهلي. اتفضل يا شريف. يبدو ان شريف مش سامعني. معاك على الهواء يا شريف. طيب لحد ما يسمع، لحد ما يرجع لنا الشريف مره ثانيه. كابتن بلال، كابتن عادل اتكلم وكابتن شريف وكابتن اسامه ان التجارب دي ممكن تفيد حتى لو انت بتبص على لعيب واحد،
يعني ممكن تطلع من المباراه دي بلعيب عينك عليه عايزه يبقى متواجد، فممكن تبص على الماتش دوت او تعمل الماتش دوت علشان تشوف اللعيب دوت. لكن هل الماتشات اللي هي بالقوه ديت هل تعتبر مقياس؟ قصدك بالضعف ده؟ لا يعني انا بتكلم يعني على بالمستوى دوت، مستوى المنافس يعني، هل بتكون مقياس للحكم على اللعيب؟ لا 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 مش مقياس حتى ولو من ضمن الشباب الصغيرين. لا لك انا بص انا بتفرج على ممكن يعني قدرات لعيب لوحده مثلا، انا في التقسيمه بتفرج عليه بشوفه ببص عليه في التقسيمه، لكن لما يبقى في ماتش بتفرج على تحركاته، ممكن ما يبقاش الاداء بتاعه ازاي بيرقص وبيشوط، لكن اتفرج على التحركات بتاعته، هل بيتحرك بشكل كويس؟ ما انت في لعيب ممكن تحكم عليه وهو بيتحرك حتى في التقسيمه العاديه. أيوة. تمام، لما تيجي تعمل تاكتيك بتشتغل بتشوف اللعيب ده بيستجيب ليك ولا ما بيستجيبش ليك. كمدير فني انت الحاجات اللي بتشرحها له هل بيقدر ينفذها ولا لا. فالنهارده بعض المباريات الوديه اللي زي دي ممكن تشوف هل اللعيب ده عنده افكار بيحاول ان هو يطبقها او ينفذها في الملعب ولا تتماشى مع الافكار بتاعه المدير الفني ولا لا. هل اللعيب ده بيعرف تحركاته في الملعب جيده ولا لا. هل اللعيب ده عنده امكانيات ومهارات فرديه ممكن انت تحتاجها في الملعب ولا لا، بغض النظر عن قوه الخصم او ضعفه. انت في بعض الحاجات بتبقى الحكم مش على قوه المنافس، الحكم على مدى تحرك اللعيب نفسه، اداؤه نفسه. اداء اللعيب نفسه. النهارده لما بيستلم في ال 18 بيشوط ازاي، بيستلم ازاي، بيتحرك ازاي، الكره لما لو انت باك رايت او وينج رايت مثلا بتتحرك بتتحرك عرض ازاي، لو انت راس حربه بتتحرك قطر ازاي، ازاي بتاخد من ورا الخصم. كل دي حاجات المدير الفني ممكن بيحطها وبيقيم عليها بعض اللاعبين. يعني عشان كده احنا بنقول ايه، الناشئين مهم جدا جدا زي ما قالوا الكباتن، انه لما بتبقى فرصه زي دي بتبقى خد بالك بتبقى نادره الحدوث. يعني النهارده عشان المدير الفني يتفرج عليك كناشئ ويبتدي انت تلفت نظره، صح، ممكن ماتش ودي زي ده مظبوط تجيب لك جولين ثلاثه، تعمل لك ثلاث اربع كروسات، تعمل لك كام ثرو باسز، تقطع كام كره لو انت مدافع، يعني تمركزك ازاي لو انت برضو مدافع، لو انت رايت باك او ليفت باك ازاي بتقف، ازاي بتتحرك، ازاي بتعمل الاوفرلاب والتيك اوفر، ازاي بترفع. كل دي حاجات بتبقى مطلوبه في المباريات الوديه خاصه بالنسبه للاعيب الناشئ. اما اللعيب اللي موجود مع الفرقه نفسها وبلعيب بيلعب، ده بتبقى ماتشات تحضيريه. انت عايز تطلع هنرجع يرجع لنا زميلنا شريف شعبان ولقاء مع احمد نبيل كوكا، فهنروح لملعب المباراه. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكبار طبعا ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد فوز اليوم النادي الاهلي على فريق الغابه بسبع اهداف مقابل لا شيء مع نجم من نجوم اللقاء احمد نبيل كوكا، بقول لك اهلا بك على شاشه قناه النادي الاهلي وتحياتي الكابتن ايمن وضيوفه. عملت النهارده مباراه ولا اروع ولا اجمل، النهارده شفناك في مركزين، مركز الباك ليفت، مركز الديفندر، ولكن المميز عندك النهارده احمد ان انت ما بتغيب بتغيب وبترجع ما بتحسش بتاثير ما شاء الله. الحمد لله النهارده تجربه كويسه لينا، ناس كتير كانت بعيده، كويس ان الناس بتلعب، كان في ماتش كاس النهارده، في ماتش ودي، الناس كلها قريبه. زي ما حضرتك قلت الواحد الحمد لله بيحاول يعمل اللي عليه، بعيد برجع بحاول اتمرن وبعمل اللي عليا عشان لما يكون في تجربه زي كده يكون في وقت انا اتحطيت فيه اظهر بشكل كويس واكون على قد المسؤوليه. فالحمد لله يعني الواحد بيعمل اللي عليه وبيحاول يظهر باحسن حاجه. يعني النهارده شفناك في مركزين، مركز الباك ليفت ومركز الديفندر، ايهما اقرب الى قلبك؟ ديفندر، وانا بلعب مركز ستة، لكن الحمد لله يعني الواحد اتوظف هنا اول ما طلع في الباك ليفت، لكن انا برضو في اخر ماتش في الدوري ماتش اسوان لعبت مركز ستة، لكن انا مركزي الاساسي مركز ستة، لكن زي ما حضرتك عارف انا اي مركز بيتطلب هنا في النادي الاهلي من اي لعيب مش مني انا بس، كل واحد بيحاول يعمل اللي عليه، ما فيش حد هنا بيلعب في مركز واحد، كلنا بنحاول نساعد، كلنا بنحاول نموت نفسنا عشان خاطر النادي الاهلي، فاي حاجه بتطلب مننا بنحاول ننفذها يعني الحمد لله. اللعيبه الكبار في الملعب كانوا بيقولوا لكم ايه وانتوا بتلعبوا؟ اكيد اللعيبه الكبار كان في قبلهم ناس بتساعدهم، احنا هنا متعودين كله بيساعد الصغير، كله بيبقى دافع علينا لاننا كلنا تيم واحد في الاول في الاخر يعني. فبصراحه يعني اللعيبه الكبار هنا دفعه كبيره لينا وكلهم واقفين في ظهرنا فبشكرهم يعني. طبعا بدات تكبر بقالك فتره في الفريق الاول، بتبقى حريص بقى تقول ايه للناشئين النهارده اللي كانوا بيشاركوا النهارده وهم في الملعب، بتكلمهم تقول لهم ايه؟
لا انا واحد منهم يعني، لسه ما عملتش اي حاجه في حياتي. كل الماتشات اللي انا لعبتها حوالي 5 6 ماتشات، ولا في كبر ولا في اي حاجه. انا لسه 20 سنه، فالواحد لسه يعني برضه لسه على اول السلمه، ما عملتش اي حاجه. فانا واحد منهم، بحاول اكيد بتكلم معاهم، لان انا ممكن اكون اقدم شويه هنا ب6 شهور، زي ما كان الناس كتير قبل هنا برضه زمايل الناشئين بيكلموني. فكلنا بنحاول نساعد بعض، لان كلنا بنتمنى الخير لبعض، لان كلنا حاجه لصالح النادي الاهلي يعني. فاكيد اي حاجه بشوفها هم ممكن يعملوها غلط، فاكيد ممكن ادلهم على الصح. فدي حاجه ناس كتير قبلها عملوها معايا يعني. جمهور الاهلي عاوز افريقيا ان شاء الله باذن الله، نوعد ان شاء الله باذن الله. اي بطوله بندخلها هنا في النادي الاهلي لازم دي رقم واحد عندنا. بطوله افريقيا طبعا محببه عند جمهور النادي الاهلي اللي انا واحد منهم، فاكيد ان شاء الله يعني بنوعدهم بيها باذن الله السنه دي. شكرا لك كابتن ايمن. ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم اللقاء النهارده، احمد نبيل كوكا، اللي متعنا النهارده في مركز الديفندر ومركز الباك ليفت. يمكن ده كان لقاءنا مع طبعا من داخل ملعب التتشي. طبعا تالق النهارده لشاشه قناه النادي الاهلي في نقل المباراه يعني شابوه ولا اروع ولا اجمل. النهارده الناس كلها بتشيد بنقل المباراه الخاص والحصري على شاشه التميز، شاشه قناه النادي الاهلي. عوده لك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز شريف شعبان. يمكن كابتن شريف، من ضمن كسب الماتش النهارده فعلا احمد نبيل كوكا. بس احمد نبيل كوكا لو تفتكروا لعب السنه اللي فاتت واثبت جداره لما لعب واتحط ناحيه الشمال، سواء في نص الملعب او كظهير ايسر في غياب بعض العناصر الاساسيه. طبعا احمد نبيل كوكا وبقيه اللاعبين كمان اللي اشتركوا النهارده، احمد نبيل قال دلوقتي في الحوار بتاعه انا لسه يعني صح. انا عندي 20 سنه ولسه عندي الطريق طويل قوي عشان اثبت نفسي وابقى موجود. هو كل اللي عنده 5 خبرات كان مع الدرجه الاولى وما كانش وحش صح يعني، كان كويس الحقيقه، كان مقبول يعني، ادى كويس فعلا. مش اللي هو، وبعدين كمان بيلعب في ظروف صعبه، كانت مزبوط. ما كانش ظروف فرقه واخده افريقيا وواقفه على حيلها، لا كنا في ظروف مضغوطه النفس برضو على الاجهزه واللاعبين. طب مين عجبك اداؤه النهارده كابتن في المباراه من اللعيبه الصغيره؟ عجبني الراجل اللي هو ضيع الجونين ده، سيد احمد سيد غريب. سيد غريب، احمد سيد غريب ده عنده من الجسم والحاله البدنيه والرؤيه في الملعب ان هو ممكن هيجي يعني جاي. عجبني حد كان كلمني عليه، عادل صالح صالح اللي نزل وضيع جون ببطن رجله وكان عايز يجي. عنده شخصيه، عنده شخصيه في الدخول في المنطقه دي، اعتقد هو اللي جاب ضربه الجزاء كمان. اتكلمت الشوط الاول عن، كنت بتقول لي بين الشوطين على زياد طارق. زياد طارق خدت بالك، والروح اللي هي بيخش جوه 18 وعايز يثبت نفسه. هو الشكل بتاع ال 30 لاعب والخمس لاعبين اللي هم هيبقوا موجودين، اعتقد دي تجربه للجهاز الفني لرؤيه اللعيبه كلها. ما تيجي بالمره نقول القائمه بتاعت النادي الاهلي الموسم الجديد. نفتح ماشي. في حراس المرمى هيبقى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء. كويس. خط الدفاع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود متولي، بدر بنون، ايمن اشرف، محمد هاني، اكرم توفيق، علي معلول، محمود وحيد، احمد نبيل كوكا. احمد نبيل هيتحسب على الخمسه ولا لا؟ المفروض ان هو فوق يا كابتن عادل صح؟ فوق. أوكي. خط الوسط هيبقى اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، كريم ندفد، محمد محمود، ناصر ماهر، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، جونيور اجاييه، محمود كهربا، العربي بدر. مكسيوني قدام وقدام، لا ده انا حاسس ده هقول لك الصفقات الجديده. خط الهجوم محمد شريف، صلاح محسن، حسام حسن. كويس. وفي بيرسي تاو ولويس مكسوني، دي المجموعه كلها، وحاطين كمان طبعا كريم فؤاد. وكان في كمان من ضمن الصفقات مصطفى البدري، ولكنه اعير. فهي دي قائمه نادي الاهلي للموسم الجديد. اعتقد قائمه شامله في جميع الخطوط يعني. في اكثر من لاعب بيبقى موجود، وفي بودلة اعتقد انهم قريبين جدا من مستوى اللعيبه الاساسيين. اعتقد انهم كلهم مستوى اول يعني. يمكن مع فوارق السن هتتحدد الصوره كامله وشامله بالنسبه للجهاز الفني. يعني طول ما انت صغير وعندك خبره وبتادي، اعتقد هيكون لك مكانه في عند الجهاز الفني في الاداء الاول، في انك تبقى اساسي، انك تتعامل على مستوى
وفي عمار حمدي كمان. وعمار حمدي ما وعمار حمدي عمار حمدي ما دول ما يبقوا تحت السن. لا عمار فوق السن كمان. عمار فوق السن السنة كمان. عمار فوق السن. ايوه انا عارف بس الخمسه اللي هم هيبقوا تحت السن في حاجه. ايوه مظبوط. معموله خمسه لعيبه يكونوا من ابناء النادي تحت السن هيبقوا من السنه دي هيبقوا ال 2000 يعني من ابناء النادي. يعني من ابناء النادي ناشئين النادي يعني ما كده كده هيبقوا في الخارج. أنا بس بسأل يا كابتن يوسف يعني الكلام ده ما انزل الله به من سلطان في اي حته في العالم يعني. يعني خمسه من تحت يعني انا اشتري واحد في يعني مواليد مثلا 2002 النهارده ويبقى ده من تحت السن ولا لازم اديهم سي في ان هو كان لاعب عندي وهو عنده 14 سنه؟ لازم اشترك اصلا لازم اصلا. ما انا هقول بص يا كابتن كلام بعيد جدا عن كره والله عن اطار كره القدم خالص. بس يا بلال مش حاسس كده في العالم يعني. اشتريت انت دلوقتي كنادي اشتريت مثلا خمس لعيبه طالعين فوق السن كويس حلو اصل اللي بيبقى موجود من الخمسه دول خمس لعيبه زي قصدك الكبار قصدك يعني من الكبار يا بلال يعني بيرسي تاو مثلا وكده وكلام من ده ولا انت عايز تتكلم على اللي هم انت اخر سنه اخر مسابقه السنه دي المسابقه اللي هتتلعب ايه 2001 يا كابتن بس انا عايز اقول لك بس نقطه بس هقول لك نقطه قبل ما تكمل هقول لك نقطه بس انا ادي لوايه يا كابتن مواليد 99 ده عنده كام سنه؟ ماليش دعوه ب 99 انا بتكلم عنده كام سنه يا كابتن؟ تحط له في قطاع ناشئين 22 سنه قطاع ناشئين لعيب بيلعب منتخب اول السنه اللي فاتت ما عمل كده ده ايوه ما هو ده اخر بص السنه دي خلي بالكم احنا عندنا دي هنتكلم في الموضوع ده عشان بعد كده نطلع فاصل السنه دي داخل السنه دي انت داخل على الخمسه اللي فوق السن اللي هي اخر فرقه لعبت في المسابقه بتاعه الناشئين وخلصت ماشي هياخدوا منهم خمسة كويس. يطلعوا فوق السن بعد القايمة بتاعتك دي اوبشن عملوها للأندية علشان الأندية تساعد نفسها ان بس شرط ان هو يكون لعب معاك في الدوري السنة اللي فاتت ما تشتريش ولد 2000 لسه مخلص وتحطه في قايمة ال 2001 فاهم لازم يكون من النادي يعني يا كابتن بلال هو لغز لا الحكمه يعني مش عارف يعني ايه الحكمه يا كابتن يعني هو عايزك تستفاد من ولاد النادي اللي انت ربيتهم عندك انا ما عنديش ولاد كويسين اعمل ايه خلاص تفضل على 30 بس مش يبقى ما تجيبش الخمسه دول اللي هم الزياده في مثلا فرق في فرق مثلا امكانياتها كابتن اسامه هتبقى على قدها ممكن ما تستفدش من الموضوع ده طيب ما عندهاش ولا ناشئين وتقدر تجيب هو عامل على العامل على الناس يعني انت ايمن عايز مساعد القليل انت عايز تشتري في الناشئين مش عايز تشتري في الكبار لا 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 مش كده طيب الفرق اللي انت بتتكلم عليها مستواها نص نص يعني هروح ادور في الناشئين ومش هدور على الفرقه العماد الاول والاساس الاول لا هشتري فوق ايمن ايمن والناشئين دول بطعمهم شويه شويه بياخدوا خبرات على قد يا كابتن على القد طيب على القد على قد امكانياتك طيب مش لا هو ايمن هو مش مش بصفه لا بيدي فرصه ايمن مش بصفه الفريق الممتاز يعني هنتكلم بس بعد الفاصل ايمن هنتكلم بعد الفاصل ايمن هو بيدي فرصه كمان للناس اللي انت ربيتهم في ناديك وصرفت عليهم وعملت فيها انديه ما بتعملش كده هي كده هو هالسبب بدات دلوقتي عشان ما تستغناش عليهم اخر حاجه عندك محمد فخري ده بقى له كام سنه بيروح ويجي وكلام اللعيب بتاعه 99 اهو ده من النوع اللي بيروح عندك وبيرجع لك تاني ماشي طيب هنطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل حديثنا الشيق مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظرونا رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن اسامه وكابتن شريف وكابتن عادل وكابتن بلال معانا قائمه منتخب مصر طبعا عشان التوقف اللي جاي طبعا ماتشين ليبيا ماتشين مهمين جدا فقائمه المنتخب في حراسه المرمى محمد الشناوي محمد ابو جبل محمد بسام محمد صبحي مدافعين احمد فتوح محمد حمدي محمود الونش ايمن اشرف علي جبر باهر المحمدي احمد توفيق اكرم توفيق خط الوسط حمدي فتحي عمرو السوليه طارق حامد مهند لاشين محمد مجدي قفشه عبد الله السعيد المهاجمين محمد شريف مصطفى فتحي رمضان صبحي ابراهيم عادل احمد سيد زيزو احمد سمير قائمه المحترفين بالخارج محمد صلاح احمد حجازي احمد حسن كوكا محمد النني مصطفى محمد سام مرسي عمر مرموش احمد ياسر ريان كريم حافظ قبل ما نناقش القايمه هنروح لزميلنا شريف شعبان ومعاه لقاء مع الكابتن سامي قمصان اتفضل يا شريف من جديد بجد التحيه كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدينا بعد طبعا انتهاء المباراه الوديه معي الكابتن سامي قمصان بقول لك كابتن سامي اهلا بيك وتحدي كابتن ايمن وضيوفه النهارده مباراه وديه لحد ما يعني قدرتوا تنفذوا فيها بعض المطلوب من بعض اللاعبين الكبار اللي ياخدوا نسب في الوقت كبيره وبعض الناشئين
طبعا تحياتي طبعا لكابتن ايمن وكابتن شريف وكابتن عادل وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال. زي ما انت قلت طبعا كان مهم جدا ان احنا في لعيبه طبعا بقى لها فتره كبيره ما بتشاركش، مهم جدا ان انت تديهم دقائق كتيره عشان طبعا يبقى في اجهزيه ويدي طبعا انت عارف يبقى في استمراريه في الاداء ويبقى في منافسه كويسه بين اللعيبه. فهو ده اللي كان الراجل مركز عليه، يعني كان اللعيبه الكبار اللي موجودين النهارده كان الراجل مصمم ان هم يلعبوا 90 دقيقه، يمكن وحيد بس هو اللي شارك 45 دقيقه لان كان عنده تاثير من التطعيم يعني الاخير فكان تعبان شويه، فالراجل فضل اللي هو يغير. لكن رامي الحمد لله لعب 90 دقيقه، هاني لعب 90 دقيقه، حسام لعب 90 دقيقه، فكان مهم جدا برده ان انت تدي للعيبه دي دقايق وفي نفس الوقت طبعا فرصه برده ان انت تشوف اللعيبه الصغيره اللي عندك يشاركوا، تقدر تديهم برده ثقه وفرصه في اللعب، برده تجهيز اللعيبه اللي هي بقى لها فتره كبيره. محمد محمود برده كان مهم جدا ان يشارك واعتقد لو ادى اداء مميز جدا، فاعتقد الحمد لله تجربه مفيده بالنسبه لنا يعني في كل النواحي، يعني بغض النظر عن النتيجه والاهداف، لكن برده مهم جدا ان انت اللعيبه يبقى في حساسيه مباريات حتى لو مباريات وديه، لكن مهم جدا يعني تساعدنا وتساعد اللعيبه ديت اللي هم يخشوا جوه الفرقه. يعني بقول لك يا سامي النهارده بعيد طبعا على الاسماء الكبيره اللي لعبت النهارده، ولكن الناشئين النهارده اللي لعبوا وظهروا بشكل مميز جدا، وده بيدل لا ان عندنا قطاع ناشئين على اعلى مستوى. طبعا ودايما النادي الاهلي طبعا معروف طبعا عنده قطاع مهم جدا، لكن بتبقى بتلاقي صعوبه طبعا في اللي انت طبعا تدي اللعيب، يعني بيبقى ياخد فرصه خصوصا لما بيبقى عندك نجوم كبيره يعني. لكن اعتقد برضو ان النهارده اللي النهارده بتلاقي برضو كوكا النهارده ما شاء الله، يعني لانه بقى له فتره كبيره معانا بياخد قوه معانا بينافس مع اللعيبه الكبيره فبيبقى في ثقه شويه يعني مع اللعيبه طبعا اللي طالعه بقى الصاعده الواعده، يعني في لعيبه كتيره ما شاء الله يعني. النهارده مغربي ادى اداء مميز جدا النهارده، زياد الشوط الاولاني ادى اداء مميز جدا، فخري والناس اللي نزلت صالح واحمد اشرف وحمدي اعتقد ان هم واحمد سيد غريب برضه نفس القصه يعني، فتجربه كويسه مفيده بياخدوا ثقه فيها، بيبقى عندهم برضه طموح للناس اللي يقدر ينافس اللعيبه اللي موجوده ويقدر الناس تشوفه وتحكم عليه، فاعتقد الحمد لله تجربه الحمد لله مفيده يعني. اللعيبه الكبار اللي لعبوا النهارده زي محمود وحيد اللي ظهر بشكل ولا اروع ولا اجمل، كريم فؤاد، محمد محمود ما شاء الله نمسك الخشب حاجه محترمه جدا، حسام حسن يعني لا عمار عبد القادر سوري عبد القادر لا كل ظهر بشكل كويس يعني وطمن الجماهير. طبعا ودي حاجه مهمه جدا من الحاجات برضو اللي احنا كنا عاوزين الراجل ياكد عليها ويؤكد عليها، ان مهم جدا ان انت عاوز كل لعيبه تكون جاهزه، انت عارف مباريات عندنا كميه مباريات غير طبيعيه، اوقات كتيره بيبقى في ضغط مباريات، فمهم جدا يكون اللعيبه تكون كلها جاهزه، مش بس جاهزه كبديل لا جاهزه اللي انت تقدر تبقى من تلعب 90 دقيقه كامله. واعتقد الحمد لله ان النهارده مردود اللعيبه ده كان كويس جدا من الناحيه البدنيه طبعا، يعني اللي هو يقدروا يلعبوا 90 دقيقه. اعتقد الفتره الجايه برضه هيبقى عندنا تجارب زي ديت تساعدنا طبعا وتساعد اللعيبه دي اللي هي يبقى عندها فيتنس المباريات، فاعتقد الحمد لله يعني اعتقد تجربه كويسه الحمد لله. طب برنامج بكره فيه اجازه ولا حاجه ولا لسه ما حدش برنامج؟ لا عندنا بكره تمرين الصبح يعني، وبعد كده ان شاء الله واخدين اجازه وبعدين ان شاء الله نرجع بقى تاني نستعد لماتش افريقيا وان شاء الله والصبح ان شاء الله. اتفرجت على الفريق ولا لسه ما اتفرجتش على الفريق الافريقي؟ يعني بدأنا نتفرج عليه طبعا، ان شاء الله عندنا وقت كافي يعني نتفرج عليه اكتر، وانت عارف احنا خطيره يا كابتن ولا طبعا فرقه طبعا اي فرقه طبعا بتلعب في دوري الابطال اكيد فرقه بطله يعني، فمهم جدا ان انت تحترمها طبعا. انت عارف العقل الوحيد مش عارف انت كنت معانا في النايرو ولا عارف الملعب طبيعه الملعب مش احسن حاجه يعني، لكن مهم جدا ان انت برضو تحسم في المباراه الاولانيه عشان تدي لك اريحيه في المباراه الثانيه، بطوله جديده وتحدي جديد انت بطلها المره الثانيه ان شاء الله تحقق المره الثالثه وتكون انت اول فريق افريقي كالعاده ان شاء الله يحقق الثلاثيه ديت يعني ورا بعض ان شاء الله، ده اللي بنامله يعني وده اللي بنوعد ان شاء الله بيه الجماهير ان احنا ان شاء الله نعوضكم على الاخفاق اللي فات دوت بالبطوله دي ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا شكرا, شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، عودة لك من جديد اتفضل. شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان. كابتن اسامه زي ما شفنا الكابتن سامي يعني هو راضي عن التجربه، وهو قال زي فعلا زي ما انتم قلتوا ان كنا بنبص على بعض اللعيبه وبعض اللعيبه الصغيره وبعض اللعيبه اللي احنا بنطمن عليها، فالتجربه مفيده في كل الاحوال حتى ولو كان المنافس يعني مش من المستوى اللي هو المأمول. ايه رايك في قائمه منتخب مصر؟ بص يا ايمن خلينا منطقيين، منتخب مصر في حاجه اسمها لعيب دولي، لعيب دولي بيبقى في قوام، ناس لعبت ماتشات كتيره عندها خبرات دوليه، لعبوا في المسابقات الاخيره في اخر 3 4 سنين، وفي ناس طبعا اقدم كمان ده في كل منتخبات العالم، يعني هتلاقي لعيبه هنا كتير لعبوا كاس عالم، لعبوا افريقيا،
تصفيات الماتشات اللي فاتت لعبه، ففي قوام اساسي. فانت لما تيجي تتكلم على القايمه اللي كابتن حسام البدري كان مختارها هتلاقينا متفقين على 90% منها، اكتر من 90. لا ما لا مش بتكلم على دلوقتي على الشكل ده، انا بتكلم كلنا أيوة كمدربين او لاعبين او حتى جماهير. صح، الاختلاف بيبقى في 4 5 عناصر 6 عناصر يعني حسب رؤيه المدير الفني. اذا اختلفنا بقى في 15 20 عنصر يبقى حد فينا غلطان 100%، يا اما ما بيعرفش حاجه في الكوره، يا اما يعني مش في الجو اللي احنا عايشينه بتاع كويس. فالقوام اللي مستر كيروش اختاره هو فعلا القوام اللي لعب معظمه الماتش اللي فات او الماتشات الاخيره، باضافه بعض العناصر احنا من وجهه نظرنا فيهم عناصر ممكن تبقى واعده مع الوقت، وفي عناصر احنا شفنا ان هي لم تفعل شيء قبل كده لما جت مع المنتخبات، وكان ممكن حد فينا يختلف ان هي ممكن ما تجيش. بس هو خلاص كمدير فني اجنبي عايز يشوف الناس مثلا كقائمه محترفين، مثلا عايز يشوف، انا ما اعرفش طبعا عمر مرموش ما اعرفوش وما اقدرش احكم ما اقدرش اقول حاجه، لكن شفنا سام مرسي مثلا الراجل الديفندر اللي كان بيلعب فترات، شفنا كريم حافظ في الظهير الايسر، احمد ياسر واحمد حسن كوكا، طبيعي ان هم كانوا بينضموا لان بس في القوام الاساسي معاهم اللي هو مصطفى محمد وصلاح ورمضان ومجموعة. طيب انا لافت نظري العدد الكبير، ما هو 33 لعيب، هل عشان مستر كيروش لسه جاي جديد؟ طبعا ما هو لو مستر كيروش ده مدرب قاعد في قاعد في مصر او شايف الموضوع او مصري ما كان ممكن ما يختارش العدد ده، خاصه انت بعد 7 أيام هتلعب. ولكن هو ممكن جدا يكون المساعدين عرضوا عليه لعيبه، هو قال لك مثلا عايز اشوف عدد المحترفين اللي حتى جم وما نجحوش مع المنتخب المصري. يعني احنا ممكن في ناس ممكن ما كناش نختارها، مش احنا، انا بتكلم حتى كمساعدين. بالنسبه للدور المصري هو شاف ماتش الجيش فضم مهند المصريين، يعني ضم مهند لاشين. مهند لاشين لعيب ديفندر كويس، لعيب واعد، ولكن برضه في موجود طارق حامد، في موجود حمدي فتحي، في موجود عمرو السوليه، فمش مع الوقت يمكن يبقى كويس، بس ممكن ما يقدرش يحتاجه في ماتشات ليبيا. احمد سمير نفس الشيء، في محمد صلاح، في رمضان صبحي، في قصدي احمد سيد زيزو، في ابراهيم عادل، في رمضان صبحي، ايوه في رمضان، في مصطفى فتحي ممكن جدا ما يبقاش اساسي الفتره دي، لكنه محمد صبحي مثلا خده كحارس رابع، شفناه في المنتخب الاولمبي، بنشوفه مع الاتحاد السكندري جون ناشئ واعد، لكن في محمد الشناوي، في ابو جبل، في محمد بسام، فممكن هو الراجل اضاف عناصر بيشوفها او عايز يتحسس دخولها في المنتخب، لكن في شكل اساسي هيبقى عنده في الماتشين بتوع ليبيا. مش هيقدر يعني يغير 5 6 لعيبه في ماتش دولي زي ده مؤثر، ولا 3 4 لاعبين. فانا شايف ان القائمه فيها حاجات احنا مش موافقين عليها، لكن بنسبه 90% زي ما قلت مع حسام البدري قبل كده، او 95%، وزي ما اي هيجي مدرب هيبقى فيها عناصر ما تقلش عن 23 لاعب هتلاقي كل المصريين مجتمعين عليها. صحيح، وبمناسبه الارتباطات الفتره اللي جايه او الموسم اللي جاي هتبقى كبيره جدا، واعتقد ان كان في الفتره اللي فاتت بعض التصورات لنظام المسابقه السنه الجايه. كابتن عادل خليك معايا، عندنا 3 تصورات اللي اتطرحوا. التصور الاول الدوري بنظامه الطبيعي ذهاب واياب، وده ممكن يطول لحد شهر 10، ومش عارفين ممكن شهر 10 او لا. التصور الثاني دوري المجموعتين يتاهل منه اول 3 فرق من كل مجموعه لخوض دوري النهائي بنظام الذهاب والاياب من 6 فرق، ماشي، لتحديد البطل. كويس، يهبط صاحب المركز الاخير في كل مجموعه، وصاحب المركز قبل الاخير يلعب قدام صاحب المركز الاخير في المجموعه الثانيه لتحديد الهابط الثالث. كويس، يبقى النظام ده كل فريق بيخوض 26 مباراه اقصى حد. تمام. التصور الثالث، يعني ده اول مره اسمعه، دوري من دور واحد، وبعدين اتنين اول 10 فرق لخوض دوري لتحديد البطل، واخر 8 فرق دوري لتحديد الهابطين. وفي النظام ده الفرق كلها تلعب 24 مباراه بشكل متساوي. التصور الثاني والثالث هيسمحوا ان الدوري ينتهي في شهر يوليو، شهر 7. ولا تصور الا الاول؟ لا، شوف انا اقول لك اهم من التصور. احنا بس بنتكلم على
انك انت لما تيجي تعمل البلان بتاع السنه كله المفترض انك انت بتحط البطولات كلها قدامك. ايوه. الحاجه الثانيه لما بتحط وبتسكن المباريات انت بتخلي الانديه توافق عليها بامضه انديه. النادي اللي يوافق بعد الامضه بتاعته ينزل درجه ثانيه لو ما لعبش المباراه. المفترض كده. انا بكلمك على المفترض يحصل. بتكلم على نظام. لا حصلت في مصر. ماشي. اقول لك حاجه، كابتن عصام مسك اتحاد الكوره عصام عبد المنعم. الدوري الوحيد اللي اتلعب الجدول اتعمل من اول السنه لاخر السنه. ايوه. والجدول اتعمل وهو واتنفذ. واتنفذ يعني. صح. مظبوط مظبوط صحيح. كابتن بلال ما هو بس في تعليقا يعني على كلام كابتن عادل الدوريات انت لو عندك منظومه اتحاد قويه تمام هتقدر ساعتها انك تحط جدول مظبوط منضبط تقدر من خلاله ان انت تبتدي وتنهي الموسم بشكل كويس جدا جدا جدا. انما انت للاسف يا كابتن ايمن للاسف الشديد انت النهارده بتيجي بتحكمك حاجات كتيره جدا 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 للاسف الشديد يعني انت النهارده كل مجموعه تيجي الاتحاد هنعمل وبعدين زي السنه اللي فاتت زي اللي هم قبل مجاهد قبل احمد مجاهد اللي المجموعه اللي قبليه كان فضله مش عارف كام حد كده الدوري والجناين الدوري بنظامه الدوري ما فيش تاجيل وبعدين الدوري تاجل ما فيش نظام ما فيش اي انضباط ما فيش اي التزام بص وكان شيئا لم يكن انت في بص انت للاسف يعني القائمين على بطوله الدوري العام او في اتحاد الكوره القائمين يعني باعمال يعني اتحاد الكوره في مصر للاسف الشديد ما عندهمش الشخصيه القويه الكبيره جدا جدا عشان يديروا الاتحادات للاسف الشديد. النهارده بقى في رابطه، هل الرابطه دي عندها الجرأه وعندها الجراءه وعندها القوه ان هي تدير هي لسه بتبص بتشوف يعني انت جايب ده جايب رابطه تبص بتاخد الاول والاتحاد اللي هيدير يعني بتاخد الاول بس الفتره اللي جايه يعني الاتحاد السنه دي هيدير والرابطه هتبص ولا الاتحاد هيبص لا 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 نروح مع بعض لا 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 زي ما انت بتقول بالظبط الاتحاد هيدير طب انت عامل رابطه ليه بقى لما الاتحاد هيدير الرابطه كبدايه كبدايه تعمل ايه يا كابتن لا كابتن هي توظيف لا لا هي هو توظيف يا كابتن شريف كابتن بلال معلش السنه الجايه لما يعمل دوري محترفين بقى ياك ممكن يا كابتن حضرتك لما تختار ده اللي طلعوا علينا وقالوه ده اللي قالوه يعني طب ما كلام مش هو تصور كابتن. الدوري ده مش الكابتن عامر حسين ولا هو عامر حسين انا عن نفسي انا ضد موضوع ان الدوري مجموعه واحده ودوري مش عارف من مجموعتين ده ما بقاش دوري ده اسمه بقى تسميه كاس دوري تسميه مسابقه تنشيطيه الدوري العام الدوري العام دوري من مجموعتين قصدي من مجموعه واحده دورين تكافؤ فرص لكل الفرق المنافسه مهما كانت الامور ده الدوري العام الكابتن عامر حسين ايوه بيعمل حاجات في تنظيم الدوريات قبل كده ايوه كل ما يجي يعمل المباراه لا الامن يقول له لا ايوه لا ما دي مشاكل اخرى ما لهاش يعني انا بكلمك على واحد ماشي هو راجل محترم ما بيتكلمش على كفاءته كان بيشتغل لا اسمعني بس انا اقول لك احنا لازم ناخد خبرات الناس دي أي. الراجل ده خبراته عاليه جدا وبيعرف يعمل عارفه كويس ان ده كان بيلعب معايا في الكروم زمان يعني عامر حسين انا من وجهه نظر يعني انه لو اتساب ومفيش مؤثرات حواليه وضغط اللي بيحصل دايما بيحصل ضغط من الانديه احيانا الانديه بتبقى اقوى من الاتحادات احيانا في اماكن كتير قوي لو حصل الموضوع ده عامر حسين هيعمل بطوله محترمه بطوله منتظمه بس يدوله الباور عشان كده لجنه المحترفين لو اتعملت بالطريقه الجيده الصحيحه هتحول الكره عندك لطريق كويس انت احنا كنا بنتكلم على تقييم الدوري المصري في الوطن العربي قلنا السعوديه ومصر هم اقوى دوريين تقريبا في الوطن العربي انت لو عملت غير ان دوري من مجموعه واحده انت بتضعف الدوري المصري اكتر لا انت مش تعمل مجموعه واحده بس هو يعني لو عملت نظام المجموعه السنه اللي جايه السنه اللي جايه في كاس عالم ماشي وفي كاس عالم بس اذا لعبت اذا لعبت كاس افريقيا ماشي انا ما بقولش في ارتباطات صعبه وصعبه انديه كاس عالم انديه واحنا ليه ما بنبصش للارتباطات وبننظم حياتنا مفيش يا ايمن مفيش وقت احنا موسم استثنائي دي يا ايمن في الكره المصريه بقى لنا 20 سنه بنقول موسم استثنائي ما ينفعش انا لاعب
الزمالك وضع لاعب صن داونز ما تلعب مجموعه واحده الا السنه دي او مجموعتين مش دوري واحد مش بيبقى مش دوري عادي السنه دي يا كابتن السنه دي بقول لك يا كابتن شريف كنت عايز اخد رايك طب بمناسبه طبعا اتحاد الكوره والتصورات كان في ترشيحات لبعض المديرين الفنيين اللي احنا بنعترف بكفاءتهم كويس بنعترف جدا بكفاءته انا واحد من الناس بعترف بكفاءه مثلا الكابتن شوقي غريب ولكن انا عايز انا بتكلم على القرار بتكلم على القرار ما بخشش في موضوع الكابتن شوقي غريب لان انا عارف ان هو راجل كفء في مكانه كويس ايه اهميه خروج القرار في التوقيت دوت بالرغم من ان المنتخب الاولمبي ما عندوش اي ارتباطات خارجيه الا 2024 هم حددوا للكابتن شوقي غريب الفتره دي انه يمسك المنتخب الاولمبي طبعا انت طبعا التصفيات اللي هتوصلنا يعني في تصفيات بس قبلها بحاجه بسيطه يعني تجديد دم تجديد يعني وتغيير وفي فرق تانية تحددت برضو في 2005 و2003 أيوة وكله أيوة يعني ايوه وبالنسبه لكابتن شوقي غريب الدنيا مقلوبه على القرار ده على فكره على السوشيال ميديا لا انا بس على وجهه نظرك انا لا وجهه نظري انا عايز اقول لك على حاجه قيمه وقامه وانجازات ومع حسن شحاته انجازاته ومع لسه واخد بطوله وراح كاس عالم ما ادى مش بطال بس يعني الدنيا كلها وحتى المدربين قاعدين جنبي دول هيقولوا هو ما فيش اسم واحد في مصر هو ده بس اللي بيترشح او بيبقى موجود هي الحكايه يعني هو كابتن شوقي غريب هيقعد ما عندوش فرق تانية يمسكها في الدوري او طموحات تانية في لا لا هو كابتن شوقي غريب بس او يخرج بره ده قرار يا كابتن يا كابتن وهيقعد من غير شغل اتفضل يا كابتن يعني انت عايز تقعد شوقي غريب من غير شغل دي حاجه بتاعت كابتن شوقي ايه علاقه اتحاد الكوره مش بتاعه كابتن يعني ايه يعني ايه يعني يا كابتن ما فيها 100 يعني انتوا عايزين تقعدوه من غير شغل لا يعني اتحاد الكوره مش لا لا هيشتغل في الدوري بعد اذنك بس ما تمسكوش في الجمله لا 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 قد ما هي ليها معنى تاني ايوه انا فاهم ليها معنى تاني طب اتفضل انت دلوقتي هتجيب كابتن شوقي غريب وليه انجازات في المنتخبات وراحوا حاطين له تاني الاسناد كويس بالنسبه للمنتخب احنا بنتكلم على القرار يا كابتن ما اسمعني للاخر انا ما انا عارف انا بتكلم على القرار بقول لك هيقعد من غير شغل سيد شوقي غريب يعني انت عايز شوقي غريب يعني يعمل ايه يعني انا مين يا كابتن شريف ها يا كابتن شريف يعني ايه علاقه بتاع الكوره ايمن ايوه يعني ده راجل دلوقتي انا بلان انت فاهم انا بقول ايه ده راجل بعد اذنك بس ده راجل اتحاد الكوره كويس وانجازاته في اتحاد الكوره وعايش في اتحاد الكوره جت اللجنه واسندت لشوقي غريب تاني كويس حته المنتخب الاولمبي اولا اللي يضر يضر واللي يسمع يسمع خدت بالك والدنيا كلها في مدربين هي عايزه تشتغل والدنيا هتقعدوا شوقي من غير شغل ايمن 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 انا فاهم ايمن انا فاهم انت عايز تتجنى على انت يعني بتتدخل ثانية واحدة يا اسامة هو انت عايز تتدخل في القرار ان شوقي غريب يشتغل هي بتاعتك ولا بتاعتي ولا بتاعت ايمن بتاعت لجنة اتفضل يا كابتن اسامة يعني اولا هو قرار مستفز يعني قرار مستفز ليه؟ اولا لا توقيته انت المنتخب الاولمبي التصفيات الاولمبي تصفيات 2004 2024 اللجنه اللي قاعده شهر او شهر ونص 30 10 ماشيين وهيمشي وتمشي ايه الداعي ان انا اعين مدير الفني؟ ثانيا احنا طبعا كلنا بنحترم الكابتن شوقي غريب وراجل محترم وحبيبنا وزميل لينا وإنجازات. وعنده انجازات وعنده فشل وكل واحد كل واحد عنده كل مدير فني ايمن في العالم كله هيبقى عنده نجاحات وعنده اخفاقات مظبوط ما بنتكلمش على كابتن شوقي غريب خالص في شخصه ولا الجهاز بنتكلم على القرار احنا بنتكلم على القرار ومدى استفزازه ليه استفزازه لانك انت قافل الدايره على مجموعه محدده ايوه بتلف وتدور بنفس البتاع في نفس التوقيت انت كابتن شوقي غريب مع احترامنا الكامل ليه لسه مخلص بقاله شهر المنتخب وانت قلت ده مستبعد خلاص او بعد انت ايه السبب انك تعينه دلوقتي وجهت له الشكر وجهت له ايا كان لكن احنا ما بنقللش من كفاءه الكابتن شوقي ولا انه لا طبعا بس احنا بنقول ان في كفاءات كتيره جدا موجوده في مصر في مدربين كتيره جدا موجودين سواء شغالين او سواء مش شغالين او سواء يعني في عناصر كتيره جدا ممكن تاخد فرص الحاجه الثانيه انت بتعملها في توقيت لسه في شايل حسام البدري طب انت شايل حسام البدري ليه ما هو انا مش يعني مش دفاعا عن الكابتن حسام البدري أيوة. حسام البدري برضو زميل وكل حاجه طب انت حسام البدري كان ماشي في التصفيات
وكسب ماتش وتعادل ماتش. صحيح الاداء ما كانش جيد ومعظم الشعب ما كان او يعني الناس اللي في الوسط مش والناس راضين. مش راضيين على الاداء, بس ما خدش الفرصه انه ممكن يمكن كان لو عمل ماتش ودي وعمل معسكر قبل ماتش ليبيا وبتاع كان الاداء اتحسن ودخلك افريقيا ماشي. لا انا بتكلم وصلك لبطولة افريقيا, اللي انا بتكلم انت استبعدته لمجرد انك انت بتقول ان الاداء سيء. طب انت في حد برضو موجود والمنتخب انهى مرحلته ومع احترام الكامل احنا طبعا عملنا انجاز كبير ان اخذنا بطوله افريقيا, لكن انت في الاداء في كاس في الاولمبياد ما كان اداء عادي جدا. احنا في مباراه اسبانيا النتيجه كانت تعادل صحيح بس اسبانيا تكسب. أيوة. انت اتغلبت من الارجنتين, اتغلبت من البرازيل وماتش البرازيل كان منتخب المصري ممكن يتغلب كتير. أيوة. وكسبت استراليا منتخب عادي يعني مش انجاز غير عادي. مش معنى كده انه انجاز الوصول نفسه ما كانش كبير, لا كان انجاز أيوة. وصول كبير. أيوة. احنا بنتكلم على نفس الدائره اللي انت قاعد تلف وتدور فيها بقالك سنوات. كابتن اسامه بس انا عايز اخد من كلامك بص نص دقيقه يا كابتن ايمن. اتفضل يا كابتن. هو احنا ليه في مصر في وسط القاره الافريقيه بنتكلم على انجاز الوصول؟ احنا ليه دايما حاطين نفسنا في بقعه ان احنا لو وصلنا يبقى شرف؟ لا ده وضع طبيعي. كاس عالم, كاس افريقيا, اولمبياد, كاس ناشئين, ليه يا جماعه كده؟ المفترض احنا لسه من دقيقتين بنقول الدوري المصري من افضل الدوريات في المنطقه العربيه. يبقى الوضع الطبيعي انه طبيعي انه افضل دوري في افريقيا كلها طبيعي. بطبيعه الحال يبقى عندك فيجن تاني مختلفه افريقيا طبعا. يا كابتن صحيح. عادل احنا كل احنا بنحتفل بالصعود لكاس العالم. في ناس بتنهار لما بتوصل يعني لما بتطلع من دور الثمانيه ودور الاربعه ودور ال 16 والكلام ده. يعني امتى المنظومه انت امتى الناس اللي في مصر هتبقى حاطه هدف ان منتخب مصر ده يحقق حاجه في كاس العالم او يحقق حاجه في الاولمبياد؟ لازم يبقى في فكر جديد يعني فكر جديد ورؤيه صحيح. جديده للمنظومه كلها صحيح. اخيرا كابتن عادل وسريعا رايك في الموضوع قبل ما نخش على كابتن ناصر. انت مش رايك من راينا ولا لا انا بالامانه انا يعني سعيد جدا باللي بيحصل ده. يعني وصلوا للمرحله اللي هم اللامبالاه اللي هي ايه ولا اي حد هاممهم في الدنيا. يعني أيه. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا احرار نعمل اللي احنا عايزينه. بمعنى اللجنه ماشيه 30/10 ليه ما تاخدش القرارات؟ ما تسيب القرارات للي جاي من بعد. بس هو بالامانه بالامانه يعني هو المفترض انه فاضل الكابتن شوقي 6 سنين عشان يكمل 35 سنه في الاتحاد يحتفل بال 35 سنه. ده بعد التعاقد الجديد هيقعد 29 سنه في اتحاد الكوره. عارف يعني ايه 29 سنه شغال في اتحاد الكوره؟ يعني الناس دمرت حوالي 3 أجيال مدربين. ليه؟ مش هممهم موضوع ان المدربين اللي بطلوا او مدربين ما يشتغلوش, هم مش هممهم. الحاجه الثانيه انت نهيت وبعدين رجعت, ده حاجه من الحاجتين. لا انت بتستخف بالناس وبتستخف ببلدك وبتستخف بالمنظومه, او انت ما عليكش رقابه ولا بيهمك حد. انا من وجهه نظري زي ما الكابتن اسامه قال اللفظ ده عجبني قوي استفزاز, لكن هو مش افزاز يعني مش بس كده يا كابتن. لا مش عايزين نقول كلام لا اكتر لا من كده يعني. لا بص يشمل بقى استفزاز لا لا تحدي ولا مبالاه يعني بالظبط. عندنا كل حاجه بتتعدل في البلد, عندنا الحاجات اللي انا مش هبص لك يا كابتن ايمن لازم اكمل الكلمتين دول. احنا عندنا كل حاجه بتتعدل, مجالات كتير قوي في بلدنا بتتعدل الا اتحاد الكوره الى الان ما صابوش الحته الايه. وبعدين لازم يمسكوا حد اهلاوي لازم يمسكوا حد اهلاوي عشان ننجو بيها يا كابتن. في نقطه كمان غريبه عيب عيب ده احنا بلد والله العظيم في نقطه كمان عيب اللي بيحصل ده يعتمدوا على ان الناس هتتكلم ومنه وتسكت وخلاص وانتوا ايوه ما هم ما لهمش لازمه. حاجه غريبه جدا. هم اقوياء جدا. لازم اقول لك حاجه, لازم الناس اللي بتدير الملف ده معروفين على فكره يعني الناس معروفه انت عارفينهم يعني. بارك الله فيك كابتن عادل. لا يعني انا ما رضيتش ابص لك علشان اقول اللي عندي كفايه. هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نستقبل انا الوحيد كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا.